مكملين مع حضراتكم ودلوقتي الفقرة الدينية مع الداعية يوسف عادل. والنهاردة يمكن وصل لنا كذا سؤال وهنسأل يوسف، بس الأول نرحب بيه. ازيك يا جو؟ حبيبي يا خطيب، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. تمام، تسلم لي يا خطيب. الله يكرمك. يمكن في أسئلة جت كتير ليك النهاردة، وفي حد كاتب النهاردة سؤال مهم جدا بيقول لك أنا طالبة في تانية ثانوي ومرتبطة بجارنا، ومن واحنا صغيرين وهو في نفس سني وماما واخويا عارفين كل حاجه، واحنا دايما بنخرج ونتقابل سوا، بس صاحبتها كل ما تشوفها تقول لها ده حرام، ويعني العلاقه دي مش علاقه حلال او حاجه كده، وربنا عمره ما هيبارك له. فمين فينا اللي صح؟ الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا ده سؤال يمكن أغلب الجيل ده ممكن بيعيش السؤال ده بشوية تفاصيل، فعشان كده هنجاوب على السؤال ده من ثلاث محاور. المحور الأول، إحنا مخلوقين ليه؟ المحور الثاني، هل هناك قوانين وضوابط بتحكم هذا الكون؟ الحاجة الثالثة اللي هنجاوب بيها الضوابط ما بين الولد والبنت. فندخل على المحور الأول. المحور الأول، علشان خاطر البنت وهي بتفكر، عايزين نجيب لها الموضوع من البداية. ومش البنت بس، أي إنسان النهاردة عنده أي فتنة في حياته أو أي ابتلاء أو بيقعد بيفكر في أي حاجة، تعال نجيب الموضوع من البداية عشان نبدأ نمشي مع بعض ونقصل الموضوع كده، ونبدأ نكون إيه، بنبني على أساس مظبوط. فأول سؤال، إحنا اتخلقنا ليه؟ يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. احنا متخيلين ان احنا مخلوقون في الدنيا دي عبث؟ العبث ده يعني شخص مهمل، يعني شخص عايش حياته بيعمل الملذات وبيعمل كل حاجة، مفيش ثواب، مفيش عقاب، مفيش مراقبة، مفيش اي حاجة، فتعالى الله الملك الحق. حاشا لله، الكون مخلوق لحكمة الله يعلمها. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إحنا مخلوقين في الدنيا دي ومتخيلين إن إحنا هنعيش في الدنيا دي مش هنفتن. طب هي يعني إيه الفتنة في القرآن ويعني إيه الفتنة في الحديث؟ الفتنة هنا يا خطيب يعني الاختبار. عشان والناس بتبدأ تسمعنا، الفتنة يعني ايه؟ يعني الاختبار. يعني احنا متخيلين ان احنا موجودين في الدنيا مش هيحصل لك اختبار كده في النص؟ ما هو الله عز وجل هنا هيميز ما بين الصدق والكذب ازاي. فالنهاردة واحنا في الدنيا لازم يترمي لك شوية حاجات علشان خاطر يبدأ هنا يميز ما بين الصادق والكاذب. الصادق اللي هيبدأ من دلوقتي من اعماله هيبدأ يرتب ما بعد، ما يسيب الدنيا من اول حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ومن أول القبر روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران، ولا يوم القيامة هتبقى في الجنة ولا في النار. فهنا الاختبار لازم يحصل هنا. فهنا احنا اتخلقنا ليه؟ احنا اتخلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ان احنا نعبد الله عز وجل، ومن عبادة ربنا بالعبادات ان احنا نعمر في الكون. يبقى احنا كده اتخلقنا ليه يا جماعة؟ لا، احنا مخلوقين لسبب، ما اتخلقناش كده عبس، ما اتخلقناش كده وخلاص، لا، احنا اتخلقنا عشان خاطر نعمر في الكون، علشان خاطر نعبد ربنا. فده أصل إن احنا اتخلقنا ليه. الحاجة التانية، طب في قوانين وفي ضوابط بتحكم هذا الكون؟ اه طبعا. يعني ايه؟ في حاجة اسمها مقاصد الشريعة. يعني ايه مقاصد الشريعة؟ الشريعة اللي ربنا أنزلها لينا للعباد في مقاصد ليها. يعني ايه المقاصد؟ الأهداف بتاعت الشريعة. طيب أهداف الشريعة ايه؟ يعني ايه أهداف الشريعة اللي كل جمهور العلماء والفقهاء استقروا عليها؟ المحافظة، انه يحافظ على خمس حاجات. ايه هي الخمس حاجات؟ يحافظ على دينك، يحافظ على النفس، يحافظ على العقل، يحافظ على النسب، يحافظ على المال. خمس حاجات. يعني اذا يا خطيب احنا مخلوقين، اصل شريعه ربنا في الكون ان ربنا بيحافظ لنا. يعني اذا يا جماعه الشريعه او مقاصد الشريعه بتحافظ علينا، بتحافظ علينا عشان استمرار الكون. فبتحافظ على الخمس حاجات دول، تمام كده؟ فاصل وجود مقاصد الشريعه حاجه مصلحه لينا، على فكره حاجة ان هو ربنا علشان هو اللي خلقنا، وعلشان ربنا اللي ولله المثل الاعلى، اللي بيصنع عربية هو اللي بيكتب الكتالوج بتاعها. يا ترى بنقوم جايبين الكتالوج بتاع العربية ونقرأه، ولا ممكن نروح لنوع عربية تانية او شخص تاني ونقول له العربية دي بتشتغل ازاي؟ اظن محدش بيعمل كده. كل الناس بتعمل ايه؟ بتروح للكتالوج اللي صنع العربية. ولله المثل الاعلى، ربنا اللي خلقنا، فربنا اللي عالم ايه اللي هيضرنا وايه اللي هينفعنا، ويبدأ يحط لنا القوانين اللي تظبط الموضوع ده. كل ده عشان البنت وهي بتفكر، او كل بنت او كل ولد على فكره بيمر بالمرحله دي يبدا يجي معانا من البدايه. فده اصل الحاجه اللي بتحكمنا اللي هي مقاصد الشريعه. طيب مقاصد الشريعه
بتحافظ على ايه؟ قلنا على الدين. صح؟ النهارده لما البنت تصاحب وبتعمل حاجات مش صح وهي بتقول ايه؟ ماما واخويا عارفين، هنعرفها دلوقتي في الضوابط. لكن انت النهارده دينك هنتكلم عنها برضو في النقطه الثانيه، النفس. انت بتكوني مبسوطه؟ طيب لا قدر الله، لا قدر الله الولد سابك، وللاسف الدراسات كلها بتقول هنا بنسبه 98% العلاقات دي ما بتستمرش. وبنسبه العلاقات اللي بتتم بنسبه 90% بيحصل طلاق. ده دراسات معموله. تمام؟ نفسك هنا هتبقى عامله ازاي؟ خلي بالك احنا قلنا النفس والعقل، صح؟ يعني قلنا الدين والنفس والعقل. خطيب، احنا شفنا كام بنت حصلت ارتبطت بانسان وتخلى عنها وانتحرت؟ اظن متهيألي قصص كتير قوي بنقعد نسمعها. حصل لها ازمه نفسيه، حصل لها كذا، صح كده؟ فاذا العلاقه دي بتخالف ايه؟ مقاصد الشريعه. صح كده؟ فتبدا تاذي البنت. تمام؟ فالبنت هي اللي بتتاذي، فالله عز وجل لما بيحط لها قوانين يقول لها خلي بالك، وخلي بالك انت، يعني خلي بالك انت، هو بيحافظ عليك انت، هو بيكبرك انت، هو بيعززك انت، هو الله عز وجل لما بيقول لك ما تعمليش كذا، هو بيقول لك ما تعمليش كذا عشان انت غاليه، علشان الدين بيكرمك، مش علشان انت نكره، مش علشان انت قليله، بالعكس، علشان انت كبيره. فالله عز وجل بيكبرك علشان تدخلي بيتك للزوج اللي يستحقك، اللي تعيشي معاه طول حياتك وتبقي شخص حد بيعززك. لكن النهارده انك تصاحبي فلان وتصاحبي فلان وتصاحبي فلان، ده هيأثر عليكي. وكمان ايه؟ الله عز وجل في القرآن ولا متخذات اخدان. يعني ايه اخدان؟ يعني اصحاب. يعني ما ينفعش ان البنت تاخد صاحب. ليه؟ هيكسر قلبك. يعني الشرع بيقول، لكن في النهايه احنا بنتكلم في واقع، احنا متعودين في فقرتنا دي بنتكلم في واقع. قلبك هيتكسر، وانت قلبك لما هيتكسر انت اللي بتعيشي طول حياتك انت يعني بيبقى العلاقه البنت اضعف بكتير من الولد ساعه ما خلاص دخلت في قصه حب. لكن تصدق ان البنت اقوى من الولد من قبل ما تدخل العلاقه؟ علشان كده حتى ممكن الشخص الراجل مثلا الشرع محلل ليه 4 زوجات، يتزوج 4. ليه؟ لان هو ربنا هو فطرته ان هو بيميل للمراه. فهو فطرته يميل للمراه، وربنا مهيئ البنت ان هي طالما ربنا شرع شرع فتعرف ان البنت مهيئه لحاجه زي كده. لكن اي راجل يستحمل ان مراته تبقى متجوزه حد تاني مثلا، يعني لو ينفع، ما ينفعش. هي خلاص المراه مجرد تزوجت انسان خلاص هو كفاها، فالموضوع انتهى. فعلشان كده ربنا لما بيقول لك كده بيقول لك خلي بالك لما توصلي للسن المحدد او توصلي للوقت المعين او يجي لك الانسان الكويس، تبداي تتوكلي على الله وندخل الباب من بيت من بابه ونبدا نتوكل على الله. لكن لما نيجي نتسرع شويه انت اللي قلبك هيتكسر وما بتنسيش. ندخل ايه؟ في الضوابط. قبل ما ادخل في الضوابط في نقطه كده دايما الخطيب بتحاول ايه؟ نقول ايه؟ طيب ما هو ما حدش واخد باله، ما حدش شايفنا، دايما في حته المراقبه. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان ماشي ولقى راعي غنم، فقام بيقول له ايه؟ بيقول له اتبع لي هذه الشاة. فقال له والله هي مش ملكي، ملك سيدي. فابن عمر بيختبره فبيقول له طب بسيطه يعني، يا عم قول له ان هي ماتت وخد الفلوس وانت اولى. فقال له والله انا يمكن ابقى محتاج جدا للمال ده، ولو رحت قلت لسيدي ان هي ماتت او اكلها الذئب هيصدقني، لان انا عنده صادق امين. ولكن اين الله؟ وبكى. احنا في حياتنا في اوقات كتير قوي محتاجين كلمه اين الله. اين الله في حياتنا جماعه؟ احنا تاني اتخلقنا في الكون علشان خاطر احنا اللي نمشي مع تغيرات الحياه، ولا الحياه اللي تبدا تشوف ربنا بيقول ايه فيمشي زي ما ربنا قال؟ لا، مش احنا اللي هنتغير. يعني لما نلاقي حاجه غلط، للاسف النهارده ما هو البنت اللي بتسال لو ما صاحبتش في المدرسه، انت عارف صحابها بيقولوا لها ايه؟ انت مش مصاحبه ليه؟ انت ناقصك حاجه، انت اكيد مش جميله، انت اكيد كذا، فتبدا هي تفقد الثقه بنفسها، فعايزه تبقى زي زميلتها. لا، انت الصح. حتى لو حواليكي ناس كتير غلط، انت الصح. طيب ماما عارفة وأخويا عارف. في الشريعة في نوعين من أوامر ربنا لينا، أوامر فيها حقوق لله فقط مع العبد، وفي أوامر حقوق لله والعباد
مع العبد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا النهاردة قال لنا نصلي، فده حق ما بين ربنا فقط والعبد. يعني النهاردة لو انا ما صليتش، هل في عبد ممكن او واحد زميل يجي يحاسبني؟ هو في النهاية ده حاجة بيني وبين ربنا. طيب ربنا النهاردة قال لك انت مسافر، فالنهاردة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، فربنا اداك رخصة وقال لك صلي ركعتين وركعتين جمع تقديم او جمع خلاص، ده حق ربنا، هو ربنا اللي مديهولك. حصل لك ظرف ومسافر تعبان وما صمتش، هو ربنا اللي بيديك الرخص، ففي النهايه ده حق بينك وبين مين؟ ربنا. بينك وبين ربنا. فلما ربنا يقول لك طيب، النوع الثاني ما بين ربنا والعباد النهارده مع العبد، يعني ايه؟ يعني النهارده شخص راح شغال مع انسان سرقه وخد منه فلوس، طب راح تاب، انت تبت وتبت لربنا صح؟ طب حق العبد راح فين؟ فالحق هنا ما يسقطش. لا تعالى بقى روح شوف الفلوس اللي انت سرقتها من الشخص، روح ردها. الفلوس اللي انت خدتها من طريق غلط، لا طلعها تاني، وهكذا. فالنهارده لما تيجي تعمل كده فخلاص، فانا ماما عارفه، طب فين حق ربنا؟ اخويا عارف فين حق ربنا؟ لان المشكله ان النهارده بقى الكلمه دي وارده قوي، ان يقول لك ايه؟ اصل ماما عارفه. ما هي ماما عارفه، بس هي ماما احيانا احنا ما قدرناش نميز ما بين ان احنا نقعد مع اولادنا نعلمهم الصح والغلط باللغه بتاعتهم، وان احنا ننزل قوي لمستوى اولادنا ونحاول نتعايش معاهم علشان بنتي ما تكذبش عليا. ايوه بس بنتك هتزعل منك بعد كده لما تبقى تعرف ان حضرتك تعرفي اكتر منها، وعارفه ان في النهايه اغلب الولاد للاسف في السن ده صغيرين. انا مش هقول لك يا حبيبي ان الولاد وحشين، انا هقول لك صغيرين، وهقول لك مش فاهمين.